أنا اسمي فريال سالم الجهران، ربة بيت، عمري 40 سنة. صرت سباكة، أخذت دورة بالمركز وهي رائدات التغيير، ومن ضمن رائدات التغيير أخذت أنشطة كثيرة، ومن ضمن الأنشطة هاي كانت إيش؟ فكرة السباكة. وأنا حبيت السباكة هاي لأنه جوزي سباك، وحبيت إنه أدخل مهنة السباكة هاي. فائدة من السباكة المردود المادة للعمل، الزبائن اللي بشتغل معهم أنا سيدات ومدارس، وبشتغل مع مستشفيات وبلديات. المصاري اللي أنا أخذهم من شغلي بالسباكة يعني والصيانة المنزلية بصرف على بيتي، يعني في عندي ولد بدرس وعندي علمة مصروف مية وكهرباء، وساعد جوزي كمان أنا بالأشياء هاي. أقدر أشتغل بالبيت يعني كصيانة منزلية بمهنة السباكة. يعني أنا خطتي المستقبلية إني أفتح محل، وأقدر أفتح محل هذا عشان أقدر أشغل البنات اللي تعلموا معي من السباكة، لو 3-4 يشتغلوا معي من المحل، يعني عشان يكون إلي دخل كبير في المحل هذا.